فار صاب كياكل رزق عباد الله وانا منهم خدمت معاه وما خلصنيش وبزاف قبل مني. معكم الشيف سيمو على ديلي بوز، اليوم غنشوفكم اش غتقولوا عليا. هذا ماشي طباخ هاوي، هذا غير داوي خاوي. الشيف سيمو انسان مربي وعلى خلق كريم، الله يشفي لك الوالده ويعافيها ويطول عمرك. ياسمين بارك الله فيك، نتوما توشيفي دون لو فون دو كور، كيشبه التحفه كيقولوها لي الناس بزاف، والشرف ليا. تحفه يوتيوبر خطير، حس براسو، دعوه مني له بالتواضع، وكل واحد يقول شنو بغى. حس براسو، حنا عندنا غير اللي ما كيدخلش ليه شي حد في راسو كيقول لك حس براسو. ولا ما حسيتش براسي انا بمن نحس؟ عيق بهذيك الزنيطيطه. ايوا الباندا كلنا واخا الزنيطيطه، علاش بغى يدير خليف تعرف؟ المغاربه كلهم كيديروا خليف تعرف، وهذه ما عندها حتى شي علاقه بخليف تعرف. الزنيطيطه كندير على واحد الفيلم، على واحد لو تورناج. بالنسبه للباندا انا جا مع راسي حيت كنصدع الراس بزاف. كيشبه سلاحف النينجا، غير اجي يكون سلاحف النينجا. انسان مربي وكيحس، وقليل فين تلقى اللي بحالو انسان متقف. شكرا بزاف، بارك الله فيك. هذا دابا شاف يحترم، قال على شاف اخر ولد الحرام. انا عمري قلت له على شي واحد ولد الحرام، وهذو كلمات لا استعملها في القاموس اللغوي ديالي اصلا. خاص تمرق باش تخدم، ما كذبتيش خصوص في المغرب. ما فهمتش السؤال. مين المرقه؟ ديما المرقه، كاين المرايقي وكاين المرقه وكاين التمريقه وكاين كلشي. برغم اختلاف اراء كيبقى انسان مثقف ورزين ما شاء الله. شكرا، هذا من حسن الاخلاق ديالك وحسن الظن ديالك فيا. الا حيد الباندا كتبان جبهتو كبيره او القرعيه، الا حيدت الباندا كيبان الدينار ديال السله، سماهم في وجوههم من اثر السجود. هاد الشاف ما تنحملوش من عند الله، ما عرفتش علاش. خويا اسامه رمزي انا كنحماق عليك، مكتوبه اسامه عفو كونت، خليني نرد عليه بعدا. شوف اسامه رمزي صديق وخويا وحبيبي، هذا فو كونت راه بيانتو غادي يخرجوا في عهد كورونا فو كونت، بدا تخلص عليه 4000 ريال في الشهر الا كنتي قاد عليها. ها ها ها، انت دقدق نصرات اودي والله، انت سوقك خاوي نوض مع راسك. اول حاجه نصرات جزار انا شاف، ثاني حاجه الا كنت انا شاف مغربي وما كتعترفيش بيا ما عندكلاش تبقاي كاع هنايا. حنايا كاع ما كنزيدوا بالانتاج بالمنتوج الوطني، كاع ما كنشجعوه. ما كيعجبكم اللي كيبقى يلوح من الحال حيه فوق اللحم، انا كنطيب اجي تدوق الدغميره كي داير. شفار صاب كياكل رزق عباد الله وانا منهم خدمت معاه وما خلصنيش وبزاف قبل مني. هاد البنت هادي اللي كتكتب هاد الهضره غادي تكون انت يا اما سرقتيها مما درتي ابوندون دو بوست، يا اما كتستاهلي ان الانسان يجري عليك، لانه الناس كيموتوا على الخدمه وبغاو يقلبوا على الخدمه ما لقاوهاش. نتوما فاش كتلقاو الخدمه تبداو تفلاو. دونك حنا راه ما كنديوش ديال الناس بحال هكاك، جيو تبقاو تخباو مور لي زورديناتور تبداو تكتبوا على الناس. ولا عندك شي حاجه سيري لانسبيكتور دو طرافاي، راه كاين القانون. كون كنتي على صواب ما تكتبيش هادشي هنا، مشيتي تكتبيه في الكارت. Il se la pète, il se prend pour un samouraï. Zen. Si je me la pète pas moi, c'est qui va se la péter, toi? Je crois pas avec les fautes d'orthographe que tu as eues. Accent circonflexe, ce que tu dis de mon âge. Si possible, adresse de ton restaurant rabat. Si pas possible. Inch'Allah, qu'arriben, l'océan ou Hassan. فهيمي وعجبو راسو والتواضع ما نعاودش ليكم. الا كنت فهيمي رانا فهيمي على واحد المستوى وعلى واحد المضمون فيه ما يتقال. حنا كاع اللي ما دخلتش ليه شي فكره لراسو كتبقاو تقولوا عليه فهيمي. وزيدوا حنا المغاربه كنا فهيميه، وكون ما فهمناش ما غاديش نزيدوا لقدام. واخا فيه شويه ديال السلوكيه والدفوعات الخاويه، ولكن فنان وكل شيء عنده مرتب ومنضبط، هذا الشيء هو الاهم. اما نضادر ولا الزيف مسائل شخصيه وعاجبينه. عندك الحق خويا، السلوكيه عندي بصح لانه انا شاسور وهذه الوقيته ديال لاشاس، عندي 7 ديال السلوكيات بس لاهمتك كياكلوا مزيان. ما عرفناش ما كرهناش تعمل وصفه في يوتيوب. شكرا سيمو، الله يعاونك في مسيره الطبخ. مرحبا، قناه ديال اليوتيوب ديالي سميتها الشيف سيمو تي في، ممكن تتابعوها. وان شاء الله عن قريب غيخرج البرنامج ديالي، وغادي نبرعكم بالوصفات والشهيوات والضحك ما شاء الله. كنتمنى شي نهار نكون بحالك، هذا ليا الشرف. لا اسماء، وشكرا بزاف 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 على هاد الكلمات الحساسين. شكرا وسالينا.